أترك حضراتكم الآن مع فيلم قصير عما تحقق في النسختين السابقتين من المعرض وما ستقدمه هذه النسخة في الفترة القادمة. إيه أغلى حاجة بتمتلكها أي بلد؟ ثروات؟ موارد طبيعية؟ اقتصاد؟ كل اللي فات ده مهم طبعاً، لكن الأهم هم الناس، ومفيش أغلى عند الناس من صحتهم وصحة أولادهم. أهلاً بيكم في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي أفريكا هيلث إكسكون، بوابتك نحو الابتكار والتجارة تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في مصر حرصنا منذ اعلان النسخه الاولى او اطلاق النسخه الاولى على ان مصر تقوم بدور ايجابي في هذا الموضوع بالتعاون والتنسيق بين الدول الافريقيه وبعضها البعض. نستطيع ان نحسن كثير من القدرات المتواضعه التي لدينا. وقبل ما نبتدي النسخه دي تعالوا نشوف ايه اللي قدرنا نحققه في النسختين اللي فاتوا. أفريكا هيلث إكسكون قدر يجمع أكتر من 40,000 صانع قرار في الرعاية الصحية والجهات والشركات من 112 دولة في مكان واحد، فاتفتحت أسواق جديدة وقدرنا نضمن وصول المنتجات الطبية اللازمة والحديثة إلى الدول الإفريقية، وقدرنا نزود نسب التعاون والتبادل التجاري مع دول كتير، وكمان تم توقيع 25 بروتوكول ومذكرة تفاهم عشان نحقق رؤية سنة 2063. إفريقيا مزدهرة تعتمد على النمو الشامل والتنمية المستدامة. هدف النسخة دي من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي 2024 إن يكون في استمرارية واكتفاء ذاتي لأغلب الصناعات الطبية في قارتنا، لأن اللي بيضمن علاجه بيضمن مستقبله. الكلام ده مش هيفضل أحلام وأمنيات، وفي حاجات اتحققت وفي مشاريع بتتعمل وهتتعمل. عندك مثلاً برنامج التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في إفريقيا، وفي كمان برامج تعليمية وتدريب بين مصر وكينيا في مجال السرطان، وتم تبادل الخبرات ونقلها لأكثر من 1500 طبيب بدولة كينيا، ده غير توطين الاختبارات والتحاليل الجينية واللي هيخلي مصر محور الاختبارات الجينية في إفريقيا. مصر استجابت لدعوة الاتحاد الإفريقي لتوطين صناعة اللقاحات الطبية، وهدفنا إنه بحلول سنة 2040 هنصنع محلياً 60% من احتياجات إفريقيا من اللقاحات. منظمة الصحة العالمية اختارت مصر وخمس دول إفريقية علشان يتلقوا التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات الحمض النووي والريبي mRNA. هنوطن كمان صناعة المستحضرات الطبية وصناعة الأدوية البيولوجية لمرضى السكري في مصر بتمويل بيوصل لعشرات الملايين من الدولارات، والمتوقع إنه خلال النص الثاني من 2024 هيتوفر الأنسولين البشري والتناظري طويل المفعول في السوق المصري، وتوطين صناعة الأدوية الحيوية، أدوية أورام القولون والكبد، وأول دفعة إنتاج هتطرح في السوق المحلي في الربع الثالث من سنة 2024. ده غير توطين أدوية مثبطات مناعة مرضى زراعة الكلى واللي هيبتدي إنتاجهم وتصديرهم للدول الإفريقية في سنة 2025، وكمان صناعة مشتقات البلازما. احنا كمان شغالين على توطين صناعة الأجهزة والكواشف المعملية زي صناعة أجهزة قياس السكر وشرائط السكر وكواشف التعقيم البيولوجية والمطهرات عالية التكنولوجيا والأجهزة والمحاليل الخاصة بتحليل صورة الدم، ده غير الاختبارات التشخيصية السريعة للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات. هيتم تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد وشركة دولية سويسرية وشركها بمصر، مبادرة الفحص والكشف السمعي للأطفال حديث الولادة بعمر العام الواحد بجنوب السودان مدينة جوبا. الكشف هيخلينا نلحق المشكلة عند الطفل من البداية، وفي بعثة مصرية في جنوب السودان شغالة مع أشقائهم وهيكشفوا على الأطفال حديث الولادة بمدينة جوبا، وحيتم تسليم السماعات الطبية للي محتاج منهم. ودي مجرد البداية، احنا ابتدينا الحلم ولسه الطريق طويل، وكل ده
تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.